ومن جانب آخر رأى مسؤول أمريكي وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سيمنع أتباع إيران من المتاجرة بالعراق والمنطقة وذلك من خلال إخراج القوات الأمريكية من البلاد وقال المسؤول إن ترامب يختلف كليا عن بايدن خاصة فيما يتعلق بتقويض نفوذ إيران وأذرعها المسلحة في الشرق الأوسط مؤكدا أنه لن يقدم على أي خطوة حقيقية لسحب قوات بلاده من العراق من اجل توسيع النفوذ الايراني بشكل اكبر واخطر في العراق والمنطقه ككل واضاف ان ترامب سيعمل خلال المرحله المقبله على تقويض النفوذ الايراني عبر خطوات مختلفه من العقوبات الاقتصاديه ولهذا فهو سيبقي القوات الامريكيه في العراق لانها تعتبر قوه لمنع توسع النفوذ الايراني ومنع تحول العراق لارض لنقل الاسلحه من ايران الى سوريا ولبنان